اللي في الصورة ده اسمه بسام، صاحب أشهر قضية في مصر اتعرفت باسم بسام وحبيبة. قصة لما تسمعها تقف مصدوم قدام كل تفصيلة، وحقيقي الدنيا مش بالمظاهر خالص. بسام وحبيبة، القصة الكاملة. 2018، بسام في السنة الأخيرة في الجامعة البريطانية وعايش مع أهله في منطقة التجمع الخامس. معروف عنه أنه حد شاطر وبيحب الحياة، عنده أصحاب كتير، لكن قلبه كان متعلق بواحدة بس، والكلام ده كان لمدة 8 سنين. بسام اتعرف على حبيبة من وهم في المدرسة، وحبيبة كانت عايشة في منطقة قريبة منه وأعجب بيها، وهي كمان كانت بتحبه جدا وبتغير عليه جدا. وبعد شوية ارتبطوا، وكل أصحابهم كانوا عارفين، حتى ده كان بمعرفة الأهل، وهي دخلت كلية الهندسة في الجامعة البريطانية. بسام كان جاهز ماليا لخطوة الخطوبة، لكن المشكلة كانت في عيلة حبيبة، العيلة اللي تشرف، لأن حبيبة كانت معرفة أهلها قدام بسام بالشكل التالي: والدها دكتور أشرف حامد صيدلي، وسايب مهنة الصيدلة من سنين وشغال في التجارة الحرة، وتحديدا في مجال المقاولات، يعني رجل أعمال. ووالدتها السيدة نجلاء، وهي كمان سيدة أعمال وبتشتغل برضو في التجارة الحرة. ووالد حبيبة دكتور أشرف حامد قابل بسام وطلب منه إنهم يأجلوا أي خطوة رسمية زي الخطوبة أو الجواز لحد ما بسام يخلص الجامعة بتاعته، وحبيبة كمان تخلص جامعتها، ويكون بسام كمان اشترى شقة علشان يتجوزوا فيها. وكل ده كان بموافقة كمان والدة حبيبة السيدة نجلاء. عيلة بتتكلم في الأصول. تمر السنين عليهم، وعلاقة الحب والارتباط بين بسام وحبيبة تكبر اكتر، لكن بسام كان بيلاحظ ان اصحابه دايما كانوا بيقولوله انهم يتمنوا له حد احسن من حبيبة بكتير، وانه برغم المظهر الخارجي الا انه كان واضح ان في فرق في المستوى الاجتماعي بينهم كبير جدا. غير ان بسام كان عنده دايما احساس غريب، كان شايف ان طريقة والد حبيبة في التعامل والكلام مش لايقة خالص ان شخص صيدلي او حتى سايب مهنة الصيدلة من سنين. طريقته واضح عليها ضعف المستوى التعليمي، صعب يكون دكتور صيدلي. غير ان والدتها برغم شكلها والحفاظ على مظهرها الخارجي، لكن برضو كان الاحساس اللي عند بسام نفس الموضوع، انه حاسس ان والدتها مش بتتصرف بشكلها الطبيعي، وانها طول الوقت بتمثل وضع اجتماعي معين. لكن بالنسبة لحبيبة كانت بتعرف تمثل الدور كويس جدا، وهي السبب الرئيسي ان بسام يشيل من دماغه اي تفكير غريب او شك. ومن كتر ما والد بسام كان عارف انه بيحب حبيبة جدا، اشترى له شقة وقال له ان ممكن ياخد خطوة الخطوبة، تحديدا انه في السنة الاخيرة في الجامعة، وانه خلاص قرب يتخرج هو وحبيبة وممكن يتجوزوا. لكن بسام رد عليه انه لازم يخلص الجامعة الاول، برغم ان خطوة وجود الشقة هتكون مهمة جدا وهتفرق جدا مع والد حبيبة، وهتخلي دكتور اشرف حامد يحترم بسام اكتر. بسام بدأ يلاحظ حاجة غريبة، ان كل الناس بتقوله شريف حامد مش اشرف حامد. بس ساعتها حبيبة قالت له ان ده مجرد اسم شهرة، او الناس اتعودت تنده عليه بالاسم ده. وبسام كل ما كان يحاول يقعد مع والد حبيبة يفهم طبيعة شغله، كان بيلاحظ ان والد حبيبة كان دايما بيعرف يغير الموضوع بذكاء شديد، وصعب تطلع منه بمعلومة، راجل ذكي جدا. وبعد شوية بسام كان في زيارة من ضمن الزيارات المتكررة لبيت حبيبة، وهو قاعد في البيت عندهم لاحظ حاجة غريبة: شهادة وفاة باسم أشرف حامد والد حبيبة، والشهادة دي طلع من سنة 2011. استغرب جدا بسام الموضوع ده، لكن حاول ما يبينش لأي حد انه شاف الورقة دي، ونزل من البيت بعد ما خلص زيارته زي اي زيارة بتحصل بشكل عادي. وقعد كذا يوم يفكر ايه اللي يخلي والد حبيبة يبقى عنده شهادة وفاة، اكيد بيعمل بيها حاجة غلط. وهنا الشكوك القديمة اللي كانت عند بسام بدأت ترجع تاني، عدم اقتناعه ان الشخص اللي قدامه ده دكتور صيدلي، وبدأ يسأل ويدور عن والد حبيبة اللي هو أشرف حامد او شريف حامد زي ما الناس
كانت بتمدح له، وكل المعلومات اللي حصل عليها كانت عبارة عن انه نصاب او حرامي او تاجر مخدرات. المهم ان كل الاوصاف اللي جات له كانت اوصاف اجرامية. قرر بسام ان يقول لاخوه على شهادة الوفاة اللي شافها في بيت حبيبة، واخوه نصحه انه لازم يواجه حبيبة باللي شافه ويفهم منها كل حاجة بالتفصيل، لانهم خلاص قربوا ياخدوا خطوة زي خطوة الجواز، ولازم يكون فاهم العيلة اللي هو هيناسبها عبارة عن ايه بالظبط. بسام لما قعد مع حبيبة وواجهها بالمعلومة اللي عرفها، حبيبة اتخضت وانكرت تماما اي حاجة تخص الورقة دي، وقالت له اكيد انت شفت حاجة غلط، وحاولت تقنع بسام بكل الطرق انه كده غلط فيها وغلط في حقها، وزعلت جدا انه ازاي يقول لها حاجة زي كده. ولان بسام كان بيحب حبيبة جدا فاقتنع او عمل نفسه مقتنع. في نفس الوقت حبيبة رجعت على بيتها وقعدت مع والدها وقالت له على اللي حصل، وان بسام يا اما كشف الموضوع يا اما هيكشف الموضوع ان اشرف حامد والدها ده عبارة عن ايه؟ اكبر مزور وتاجر مخدرات، عليه احكام سابقة مدتها 40 سنة، قضية مخدرات سنة 2008 وعليه حكم فيها 25 سنة، وقضية تزوير سنة 2016 وعليه حكم فيها 15 سنة، ومزور 5 بطاقات شخصية وشهادة وفاة، وعنده حسابات بنكية وهمية عبارة عن كروت بنكية مزورة، وشغله الأساسي في الوقت الحالي تجارة المخدرات، واللي كان واخد موضوع المقاولات ستار ليها. الكلام ده لو عرفه بس بسام هيتقبض على أشرف حامد، وهيتم الكشف عنه بعد التخفي لسنين طويلة. فطلب أشرف حامد أن يقعد مع بسام علشان يتكلم معاه، لأنه كان حاسس أن ممكن يقول المعلومة دي لأي حد، وفعلا قعد معاه، واكتشف في القعدة أن بسام مقتنع جدا باللي شافه، وأن بسام عرف عنه شوية معلومات، لكن بسام ما كانش متخيل أن المعلومات اللي عرفها دي ما تجيش حاجة تماما في المعلومات الحقيقية عن أشرف حامد. وبسام اتكلم في اليوم ده مع والد حبيبة بطريقة مختلفة خالص، بعيدا تماما عن الطريقة اللي كان بيتكلم بيها معاه وهو دكتور أشرف حامد. هنا حس أشرف إن بسام خطر عليه، وقعد يفكر إزاي يهدد بسام علشان ما يتكلمش خالص، وكل ده كان بتخطيط ومعرفة حبيبة ووالدتها، لحد ما قرر الأب إنه هيتخلص من بسام خالص. حبيبة في الوقت ده كانت بدأت تنفذ السيناريو بتاعها، وكانت طول الوقت بتحاول تقنع بسام إنها ملهاش علاقة خالص بأي أخطاء من عيلتها، وإنها بعيدة تماما عن كل المشاكل الخاصة بوالدها، وان والدتها كمان ملهاش علاقة زيها. وطبعا والدتها مش سيدة اعمال ولا حاجة، هي برضو هربانة من مجموع احكام تقدر ب 11 سنة اغلبها قضايا نصب وتزوير. في نفس الوقت ده اشرف حامد اجر شقة في منطقة الرحاب، والكلام ده كان في اوائل شهر رمضان، وبدأ يحضر الشقة دي علشان تكون مقبرة لبسام. امر المساعدين بتوعه انهم يحفروا حفرة كبيرة في المطبخ، وانهم يحضروا صندوق خشبي ويجيبوا بعض المعدات الخاصة بالبناء، ويحضروا رمل وسيراميك ويسيبوهم في الشقة لحد ما هيتصل بيهم اشرف في وقت معين علشان يجوا يركبوا السيراميك ده تاني. خلال شهر رمضان كانت علاقة حبيبة وبسام عادية، لكن حبيبة كانت دايما بتحاول توصل فكرة انها زعلانة من بسام طول الوقت، وانه مش واقف جنبها، وان عندها احساس انه هيسيبها ويتخلى عنها، وبسام كان بيثبت لها دايما عكس ده بالمعاملة، وده على الرغم ان بسام كان معظم الوقت بيتخانق مع حبيبة، وكانت الخناقات ممكن توصل لمرحلة الاهانة، لدرجة ان بسام احيانا كان ممكن يهين والدة حبيبة، وده كان مضايق والدها اشرف حامد، لانه كان حاسس انه مش قادر يعمل له حاجة، لانه لو ضايق بسام احتمال كبير يبلغ عنه. وقبل العيد بيوم بسام نزل علشان يشتري هدية ذهب لحبيبة، وقرر ان هو يروح لها علشان يصالحها، واستغل اليوم ده لان حبيبة اتصلت بيه وطلبت منه ان يجي معاها على منطقة الرحاب،
علشان يروحوا زيارة للشقة الجديدة اللي اشتراها باباها، وان باباها محتاج رأيه في كام حاجة في ديكورات الشقة، وان هم غالبا هينقلوا في الشقة الجديدة دي بعد العيد على طول. ونزل بسام علشان يقابل حبيبة، لكن قبل ما ينزل بلغ اخوه انه رايح يقابل حبيبة ويصالحها. بسام نزل قابل حبيبة وطلعوا على منطقة الرحاب، واول ما وصلوا هناك السواق الخاص بوالدها قابلهم في الطريق وخدهم على مكان الشقة بالظبط. واول ما بسام دخل الشقة اكتشف وجود 4 بادي جارد كان جايبهم اشرف حامد، سيطروا عليه تماما وشلوا حركته وربطوه بحبل ولزقوا بقه علشان ما يطلعلوش اي صوت، ورموه وهو متكتف على السرير. ودخل عليه اشرف حامد وقعد يهدده انه هيقتله، وانه كان ساكت طول الوقت اللي فات ده مش ضعف منه، لكنه خلاص زهق وقرر انه يخلص عليه، وان صعب حد ممكن يهدد اشرف حامد. ودارت بينهم مناقشة مدتها 2 بالظبط، لكن اشرف حامد قرر انه هيخنق بسام ويخلص عليه ويقتله. وبعد ما موته سحبوا على المطبخ عند الحفرة اللي العمال كانوا حفروها، وحطوا في صندوق خشب وحطوا فوقيه رمل وحطوا فوقيه فحم علشان تمنع الريحة توصل للناس، وبعدها حط طبقة الرمل التانية وبلغ العمال علشان يجوا ويركبوا السيراميك وكأن مفيش اي حاجة حصلت. في نفس الوقت ده حبيبة كانت نزلت الشارع وقابلت صحابها وبتتعامل عادي كأن مفيش أي حاجة بتحصل فوق في شقة والدها. وبعد ساعتين حبيبة كلمت أخو بسام علشان تسأله على بسام، لأنه المفروض كان جاي يقابلها، لكن عمالة تتصل بيه وتليفونه مقفول ومش عارفة هو راح فين. أخو بسام قال لها إنه فعلا نزل علشان يقابل حبيبة، فاستنى شوية ورجع كلمه تاني، فاكتشف إن تليفونه مقفول. فتوقع في الأول إن تليفونه فصل شحن. وبعد ما تمر 10 ساعات كاملة وبسام مختفي، الأهل بدأوا يقلقوا لأنه التليفون مقفول طول الوقت، فراحوا على اسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ بالتغيب. لكن للأسف بلاغات التغيب لازم تمر على الشخص 48 ساعة، فقرر الأهل إنهم يعملوا محضر فأشرف حامد ويتهموه إنه هو السبب الرئيسي وراء اختفاء بسام، وإن أخوه كمان قال في المحضر إن بسام شاف شهادة وفاة باسم أشرف حامد. اتعمل محضر وتم استدعاء أشرف حامد واللي كان مسمي نفسه في الوقت ده شريف حامد، وطبعا أنكر تماما معرفته باختفاء بسام. لكن الأمن اكتشف إن البطاقة اللي جاي بيها مزورة، وإن الشخص اللي قاعد قدامهم ده هو المزور واللي عليه أحكام كتير سابقة أشرف حامد، وإنه فعلا مزور شهادة الوفاة علشان يختفي تماما عن الأنظار. فكده الشك كله متجه لأشرف حامد، وتم استدعاء حبيبة على اعتبار إنها آخر شخص شاف بسام. لكن حبيبة أكدت في التحقيقات الأولى إنها ما شافتش بسام، وإنه كان قافل تليفونه، وإنها ما تعرفش أي حاجة خالص عنه، وتم إخلاء سبيلها لحد ما الأمن حقق مع السواق الخاص بوالدها واللي هو سوري الجنسية. وبمجرد ما تم التحقيق معاه اعترف على طول انه قابل حبيبة وبسام في الرحاب ووصلهم لشقة والدها الجديدة. وهنا الامن عرف ان حبيبة كذبت عليهم وانها كانت مع بسام في يوم الاختفاء، فحاولوا يكلموا حبيبة علشان يستدعوها تاني للتحقيق، لكنهم اكتشفوا ان تليفونها مقفول. وراحوا على مقر السكن، الجيران قالوا لهم انهم مش موجودين. وبعد التحريات الامن عرف ان حبيبة ووالدتها هربوا تماما من القاهرة. والامن حقق تاني مع اشرف حامد، لكن المرة دي وبعد ضغط اعترف بكل حاجة، واعترف انه قتل بسام واعاد تمثيل الجريمة، لكنه في الاول حاول يخليها قضية شرف، وقال ان بسام اعتدى جنسيا على حبيبة وانه كان بينتقم منه. في نفس الوقت ده رجال المباحث عرفوا ان حبيبة ووالدتها سافروا على محافظة البحر الاحمر، وانهم مستخبيين هناك في واحدة من الشقق. تم القبض عليهم وترحيلهم للقاهرة، وتم مواجهة حبيبة بكل المعلومات والادلة، واللي اهمها تتبع خط التليفون الخاص بحبيبة والخاص ببسام، واللي اكدت ان اخر نقطة لبسام
حبيبة كانت في منطقة الرحاب، وبعدها حبيبة اتحركت لكن نقطة الإرسال الخاصة ببسام فضلت موجودة في الرحاب، غير كمان اعتراف سواق والدها انه شافهم هما الاتنين الصبح في الرحاب. حبيبة اعترفت انها فعلا قابلت بسام وانها وصلته لحد البيت بتاع والدها، لكنها كانت عارفة ان والدها كان عايز يأدب بسام بس لانه اعتدى عليها جنسية. تم تحويل حبيبة للطب الشرعي، واللي اكد ان حبيبة حتى في المعلومة دي بتكذب، وان لم يتم الاعتداء عليها، وان بسام بريء تماما من اي اعتداء جنسي على حبيبة. وبعد التحقيقات معاهم صدر ضدهم الاحكام التالية: اشرف حامد الاعدام شنقط، حبيبة السجن المؤبد 25 سنة، وباقي المتهمين السجن المشدد من 5 ل10 سنوات. ربنا يرحم بسام والعدالة جابت له حقه. حقيقي بلاش تحكم على الناس بالمظاهر لانها غالبا بتكون خداعة. سلام عليكم.